بدأوا تعبي وبدأ الاغتيال على المحطة، عم يتقاتلوا على المحطة على البنزين. عبى قلن ومعبيش قلن، وشوفوا يا جماعة البهدلة والتعفير عندنا هون في لبنان. هيدا أنا رحت مشواري ورجعت وبعدني على الأحمر، مش عوقف ومش عبي. شو رأيكم؟ الحمد لله رب العالمين، لك الشكر الله على النعم. عندكم بنزين يا جماعة، السلام عليكم. الحمد لله عندنا ماي، مش عندنا بنزين بس عندنا ماي. ليكم ماي أخي الكريم، كن معنا في هذه القناة بضغطك على الجرس أولا ثم المشاركة لهذا الفيديو، عسى أن ينفع الله به أحد. حياكم الله، هذا حسين علي الصيفي بين لبنان والبرازيل.